ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. ربنا رب كريم أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين. ربنا رب كريم. حصد قرائن الأصوات السامة اللي احنا مسمينها ايه الفوركس. اتفقنا بعد التهيئة في كم خطوة؟ أربعة. الخطوة الأولى اسمها قرائن لوحة الأصوات الساكنة اللي هي نشيد الحروف الايه والصوت، يبقى دي سميناها ايه؟ الخطوة الأولى في حصة ايه؟ قراءة الأصوات الساكنة. أول حاجة نشيد الحروف الصوت اللي هي لوحة الأصوات الساكنة، مكونات اللوحة. اللوحة اللي أنا هشتغل من خلالها، اللوحة في ايه؟ أهم. اللوحة دي عبارة عن ايه يا الشيخ؟ أول حاجة 26 مربع ب 26 حرف، يبقى 26 حرف و 26 ايه؟ مربع، يعني أول حاجة. اثنين، كل حرف مكتوب مرة كابيتال ومرة سمول، يبقى الحرف مش شاكلينه مكتوب. اثنين، كلمة تبدأ بنفس الحرف، كمان الكلمة دي داخل جملة. ايه؟ تنمية مهارة الايه؟ الاستماع والتحدث. الولد يقول ايه؟ إز فور أبل. إز فور ايه؟ أبل، ذكر الكلمة وسمع كمان ايه؟ جملة. عن طريق الاستماع والايه؟ والتحدث، ده موجود في الكتاب. يبقى الولد هيقرا جمله بدأ بنفس الحرف، فيها كلمه بدأ بنفس الحرف. تمام؟ كل دي المربعات الموجوده في اللوحه. طيب، يبقى اللوحه عرفنا مكوناتها 26 حرف لهم 26 مربع، فيهم 26 كلمه، كل كلمه تبدأ بنفس الحرف اللي هو الخاص بالمربع، والولد كمان بيسمع جمله وعلى كل كلمه صوره. على كل كلمه ايه؟ صور توضح معنى الكلمة. تمام؟ نبدأ بقى في الحاجة التانية من مكونات اللوحة، شرح اللوحة. كمل شرح اللوحة كيف؟ يبقى ما بشرح اللوحة عرضها مرتين. مرتين يعني كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى كيف يعني؟ الأولى هنشرحها بالاسم والصوت، اثنين بالصوت فقط، تقصد تقول إن أنا أول كل حصة هقرأ اللوحة كم مرة؟ يبقى أول كل حصة. يعني كل يوم؟ يعني كل يوم هقرا اللوحة كم مرة؟ مرتين، المرة الأولى بالاسم والإيه؟ والصوت، المرة الثانية بالإيه؟ بالصوت فقط. تعالوا نطبق المرتين دول ونقولهم كل يوم، تعالوا نطبق ونقراهم مع بعض، يلا نقرا مع بعض، كل يقرا معايا، يلا يا ولاد مين يلعب معايا؟ بدأت بالتهيئة، يبقى حابب الأولاد، تعالوا. يلا هنخلي اللوحة دي عبارة عن إيه؟ لعبة، يلا نقول مع بعض ونبدأ، يلا ها؟ لاحظين حاجة؟ أنا واقف وشي للوحة ولا وش الأولاد؟ يبقى صبعي على الكلمة أو على الحرف والمربع اللي أنا هشتغل فيه، اثنين وش ناحية الأولاد علشان أراعي مين منتبه ومين مش إيه؟ مش منتبه، يعني الوقفة مهمة؟ آه، يلا معايا أهو، مين يقول معايا يلا ها؟ ممتازين يلا بارك الله فيكم يلا ها؟ إتس فور أبل. إتس فور أبل. 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 تحسوا حاجة؟ قسمت المربع مقطعين، الأول إتس فور أبل، جملة كاملة فيها اسم الحرف. اللي هو المقطع الثاني يعني في صوت الحرف، يبقى اتنطق في المقطع الاول باسمه، في المقطع الثاني بايه؟ بصوته. انا بقرا مين؟ المره الاولى بالاسم والايه؟ عشان لسه هجيبه بالصوت فقط. يلا تاني نبدا مع بعض كلهم؟ يلا ها. It's for apple. It's for apple. 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 B is for ball. B is for ball. B. Ball. Be, be, ball. C is for cat. C is for cat. Ke, ke, cat. Ke, ke, cat. D is for doll. D is for doll. De, de, doll. De, de, doll. E is for egg. E is for egg. E, e, egg. E, e, egg. F is for fish. F is for fish. Fe, fe, fish. Fe, fe, fish.
G is for girl. G is for girl. G, G, girl. G, G, girl. H is for hen. H is for hen. H, H, hen. H, H, hen. I is for insect. I is for insect. E, E, insect. E, E, insect. J is for juice. J is for juice. J, J, juice. J, J, juice. K is for key. K is for key. K, K, key. K, K, key. L is for lion. L is for lion. Le, le, lion. Le, le, lion. M is for monkey. M is for monkey. Me, me, monkey. Me, me, monkey. N is for nest. N is for nest. Ne, ne, nest. Ne, ne, nest. O is for orange. O is for orange. O, O, orange. O, O, orange. P is for pen. P is for pen. P, P, pen. P, P, pen. Q is for queen. Q is for queen. Qua, qua, queen. Qua, qua, queen. R is for rabbit. R is for rabbit. Re, re, rabbit. Re, re, rabbit. S is for sun. S is for sun. Se, se, sun. Se, se, sun. T is for tree. T is for tree. Te, te, tree. Te, te, tree. U is for umbrella. U is for umbrella. 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 V is for van. V is for van. V, V, van. V, V, van. W is for watch. W is for watch. W, W, watch. W, W, watch. X is for fox. X is for fox. Ox, ox, fox. Ox, ox, fox. Y is for yellow. Y is for yellow. Yeah, yeah, yellow. Yeah, yeah, yellow. Z is for zoo. Z is for zoo. Z, Z, zoo. Z, Z, zoo. احنا الوقت قرناها بالاس والصوت. هنعيدها كمان مرة بالايه؟ بالصوت فقط. بالمرة الاولى بالاسم والصوت، مرة تحت الصوت. اول كل حصة كل يوم ممكن تاخد مني 5 دقايق. يلا معايا. ب ب ب ب ب ب ك ك ك ك ك ك د د د د د د إه 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 ف ف ف ف ف ف ج ج ج ج ج ج ه ه ه ه ه ه إه 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 ج ج ج ج ج ج ك ك ك ك ك ك ل ل ل ل ل ل م م م م م م ن ن ن ن ن ن أ أ أ أ أ أ ب ب ب ب ب ب كوا 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 Qua, qua, qua. Re, re, re. Re, re, re. Se, se, se. Se, se, se. Te, te, te. Te, te, te. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Ox, ox, ox. Ox, ox, ox. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Ze, ze, ze. Ze, ze. من حاجات كتيرة. أول حاجة حرف C، حرف H، حرف G. التلاتة دول نطقهم مش من نفس جنس اسمهم. يعني دي صوتها د. د د في العربي مثلا. حرف ال زي النون في العربي نه او نون، لكن حرف السين بتنطق ك، حرف الاتش بتنطق ه، حرف الجي بتنطق ايه؟ ج، جي، زي كلمه ايه؟ جير، حرف الاتش بتنطق ه زي كلمه هم، حرف السين بتنطق ك زي كلمه ايه؟ كاف، اما الدي بتنطق دول، حرف الجي بتنطق جوز، ج، يعني نطقه من نفس اسم انسه ما عدا حرف السين، حرف الاتش، حرف الجي، في بعض الحروف المتشابهه زي السي والكي نخلي بالنا منهم برضه. حرف الاكس مع الاس مع حرف السي لما بيتنطق سين، دي ملاحظات نخلي بالنا منها وهتبان امتى؟ في واجب الحصه اللي هو السؤال عن اصوات الحروف. انا بسال دلوقتي هيردوا عليا صح هيردوا عليا خطا، ولا بسال اخلي بالي من الحروف اللي فيها ايه؟ مشاكل. مثال يا عم الشيخ، يلا مين يسال؟ مين يرد عليا؟ خلي الميكروفون معاك وقول معايا يلا. الدي ساوند يعني بالبلدي الدي صوتها ايه؟ هسأل بالانجليزي ولا بالعربي؟ لو سألت بالعربي طب يضعف المادة عندي، لكن لو سألت بالانجليزي بينمي مهارة الاستماع والايه؟ والتحدث اللي اتكلمنا عليه، لأن أنا شغال دلوقتي في الليسن أند ريبيت عشان المستوى الثاني بتاع الأصوات المتحركة هيبقى الريدنج، الولد هيقرأ على طول، يعني دي أرضية ولوحة مجمعة أساس للأصوات اللي بعد كده. تعالى يا عم الشيخ يلا نسأل. الدي ساوند ده ده ده. الإن ساوند ليه ليه ليه. الإس ساوند سيس سيس، بارك الله فيك. البي ساوند ب ب ب. طب السي ساوند
الشيخ ما شاء الله بدا يلاحظ ان حرف السين بتنطق كاف اللي زي بدات دي كلمه ايه كاف. يلا الاتش ساوند احسن الجي ساوند جه. يخلي بالنا بقى من مراحيز كتيره. اولا لازم انطق صح، كمان اشتغل جماعي وطبق واجب الحصه على اللوحه علشان برضه مرحله الكلمات اللي جايه هسال فيها، مرحله العباره هسال فيها. الواجب الجماعي والفردي الاثنين شغالين مع بعض في توقيت ايه؟ واحد. مش هعمل دور جماعي وبعد ما اخلص الخطوات الاربعه اعمله تاني، لا هنبدا بكل فقره ونسال فيه. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا مكونات اللوحه، شرحنا اللوحه كاملا وكيف واجب الحصه، فان مزايا استخدام اللوحه هنقراها من الكتاب علشان ما ننساش ولا ايه؟ ولا خطوه ولا ميزه من المميزات، ونبص ونشوف معانا مميزات استخدام اللوحه. ايه الفوائد؟ ايه اللي الولد بيستخدمه؟ قال لك اول حاجه البساطه والسهوله. يعني ايه يا شيخ؟ يعني انت دلوقتي عمال تقرا نشيد، ايه اللي بيخلي؟ انا ممكن اقول الاي صوته اه، الدي صوته ب، السي صوته ك، لكن لما بقت نشيد بقى الكونات يتغنوا بقى فين؟ في الشارع. كسرت الحاجز بينهم وبين اللغه الانجليزيه، وبدا الولد يقرا انجليزي من خلال استماع وتحدث. يبقى اللوحه ايه؟ ابسط واسهل. في طرق كتيره بس اللوحه ابسط. اول حاجه حيث انها تدرس بطريقه تشبه اللغه العربيه. لاحظت ان انا قلت على دي ايه؟ ب ب ب والسين س س س. احنا كنا بننطق اللغه العربيه ايه؟ الف ب ت. تمام؟ دلوقتي بقت في حاجه مشابهه ليها. يبقى دلوقتي ده سهل ولا صعب؟ اه. حيث انها تدرس بطريقه تشبه اللغه العربيه التي هي اصل اللغات، وهي ايضا لغه القران ولغه اهل الجنه، والتي هي ايضا لغه اغلب المسلمين. واحنا وضعنا اللوحه بالصوره دي. اه موجود بيها عبد الناس بتدرسها بصوره مختلفه اصعب من كده، لكن كل ما كانت قريبه كل ما كانت ابسط واسهل انها قريبه من اللغه العربيه. اثنين تعد اللوحه بمثابه الانطلاقه، يعني بالبلدي الولد من هنا هيبدا ينطلق في قراءه الايه الانجليزي، حيث يستطيع بعدها دراسه الاصوات المتحركه اللي احنا قلنا عليها الشكلات بسهوله جدا، فهي السبيل لدراسه الاصوات المتحركه، لان المتحركه تشبه الشكلات زي الفتح والكسر والضغط، اما الاصوات الساكنه هي تشبه الحروف وهي اصل اللي جاي بعد كده. تعد اللوحه بمثابه العمده، يعني ايه العمده؟ يعني هي اكبر واهم فقره في الخطوات الاربعه. لان ايه؟ تدريس الاصوات الساكنه لانها قد تكفينا عن باقي الفقرات، يعني تدرس اللوحه كويس واسال فيها ممكن الفقرات اللي جايه لو اهمل فيها شويه اللوحه دي تغطيه. يبقى افضل خطوه في الخطوات واكبرهم واهمهم هي مين؟ اللوحه. حتى احنا سميناها ايه؟ العمده، لانها قد تكفينا عن باقي فقرات الحصه وحدها، خاصه اذا تم تفعيل الدور الايه؟ الفردي. يعني كل ما اشرح اللوحه اسال الاولاد والسؤال والجواب كل مره بعد قراءتها. في بعض الناس بتنجز اللوحه دي في ايه؟ في اسبوعين اثنين وتدخل في الاصوات المتحركه، لان اللوحه قويه جدا. بعد كده اربعه اللوحه تجمع كل الاصوات في مكان ايه؟ واحد. يتم تدريس الاصوات الساكنه جمله مع الاصوات المتحركه بدون التفاصيل، ولا نحتاج الى التفاصيل. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني هندرس الاصوات جمله الساكن والايه؟ والمتحرك في مره ايه؟ واحده وفي لوحه، لان في المستوى اللي جاي هنعمل ايه؟ هنفصل ونقول ده ساكن وده متحرك. طب ما فصلناش ليه؟ الولد لسه جديد ويحتاج ايه؟ ان الولد يبدا معاه مش يفصله في المرحله دي، المرحله الثانيه هي اللي فيها التفاصيل. خمسه يوجد كلمه في كل مربع تبدا بنفس الحرف، فاذا اردنا ان نعرف صوت الحرف نرجع لمين؟ الكلمه. واحد مش عارف السي تتنطق ك ولا س، يرجع لمين؟ لكلمة ك. يعني اللوحة دي زي الماب سيز فور ك ك ك ك، نسيت صوت حرف السي هجيبه منين؟ من كلمة ك، وهكذا في باقي الكلمات. ستة تنمية مهارتي الاستماع والتحدث. ليه؟ عند قراءة جملة كاملة إيز فور أبي هيرد عليه الولد، يبدا بعد كده نكسر الحاجز الموجود عنده في اللغه الانجليزيه. سبعه القراءه بشكل جماعي منظم خلف المعلم يجعل الطالب اجتماعي، يعني الولد بيبدا وهو لسه جاي يبدا ياخد ويدي يتابع، يبقى طالب كويس متابع للمدرس في بقيه الايه؟ المواد. اللوحه دي بتخلق شغل جماعي، نوع من التعاون بين والفه بين الاطفال وبعض وبين الاطفال ومين؟ والمدرس. ثمانية وجود وسيلة تعليمية واحدة، يعني مش أكثر من وسيلة وأكثر من لعبة،
يساعد على عدم تشتيت الطلاب، لان كل الطلاب ينظرون في مكان واحد ويمتددون ترتيب واحد، اي ان وجود الوسيله التعليميه المختلفه اكثر من وسيله، يعني يساعد المعلم على توصيل اهدافه، اي ان كثره الوسائل تساعد على الاتقان وبتقلل الوقت والجهد، والمعلومه اللي موجوده في الوسيله بتكون قد الفيل من خلال استخدام الوسائل بتكون قد النمله. دي مزايا كتيره استخدمنا معاها اللوحه، دي مزايا كتيره استخدمنا معاها اللوحه. يعني قد الفقره الاولى اللي بتتعمل 5 دقائق او كل حصه من خلال اللوحه قد تكفينا، ما نحتاجش بقيه الفقرات. طب لو حطينا بقيه الفقرات، الفقره الثانيه الكلمات والجمل وكمان الجمل المعايشه، ده هيساعدنا اكتر ويزود كفاءه العين. تقصد تقول ان العمله عندنا هي مين؟ اللوحه. اللوحه دي خط تكفينا، بس بشرط اساسي قلنا تشتغل معايا الدور الفردي. وجزاك لك ايدي ساميات مشرقات في السماء، بذلات للعطايا نيرات كالضياء.